من معرفة من هو الرئيس المقبل لهذا البلد. ينضم إلينا الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للأبحاث السياسية والاجتماعية ابن رشد من جنيف. دكتور رياض، مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بك وبمشاهديك الكرام. نعم دكتور رياض، كيف تقرأ المشهد السياسي في مصر عشية الجولة الثانية من الانتخابات وبعد قرارات المحكمة الدستورية؟ النظام القديم يعود بسرعة للمشهد ويحاول أن يفرض نفسه، ويعتمد النظام القديم في مصر على ركيزتين: المؤسسة العسكرية الجيش ورجال الأعمال. لأنه سوسيولوجيا منذ انفتاح أنور السادات في منتصف السبعينات إلى الثورة المصرية، النظام المصري هو رجال الأعمال متحالفين مع المؤسسة العسكرية. هذا التحالف عاد بقوة مع أحمد شفيق، مع إلغاء البرلمان المصري، مع هذه التطورات الجديدة، ليطرح المجتمع المصري سؤالا عميقا، وهو الإخوان المسلمين أو النظام القديم. وهو ما جعل الفئات الاجتماعية مثل الأقباط ويساريين وتقدمين وناصرين أيضا، والناس لا تحب الإخوان، لأنه لا ننسى أن الإخوان المسلمين ليس يعني كرها فيهم أو عداء لهم مجاني، لا، هم يعني يطرحون إشكاليات عويصة مع الديمقراطية، لأنهم ينتمون إلى ما نسميه في علم السياسة بالتوتاليتاريزم، يعني الكليانية الشمولية، لأنه لا يكتفي فقط بالمسألة السياسية وإنما يتعداها، يتدخل في المسألة الاجتماعية، في ملابس الناس، في حرياتهم الشخصية، في حياتهم اليومية، في زواجهم، في حبهم، في عشقهم، في الفن. اليوم في تونس نرى هجمة شرسة من الحركات السلفية على الفن وعلى الرسامين وعلى الموسيقيين والشعراء والأدباء والصحفيين. لهذا ثم مخاوف دائما تفرزها المجتمعات العربية من التيارات الإسلامية ومن الحركات الإسلامية لما تصل إلى السلطة. إذا نحن في مصر عدنا للمربع الأول بعد استثناء واستبعاد القوة الثالثة الممثلة في حمدين الصباحي، أي التيار الناصري اليساري الاشتراكي الديمقراطي وكل هذه الفئات الاجتماعية تم استبعادها. إذا الآن هو الصراع بين النظام القديم الذي لملم أطرافه واستعاد أنفاسه بقوة ليأخذ انتخابات مسنودا طبعا بالجيش، المؤسسة العسكرية التي لم تتخلى عن السلطة منذ 23 يوليو 1952. أذكر المشاهد الكريم أن الجيش المصري يدير تقريبا 25% من الاقتصاد المصري، وهي حالة خاصة، يعني جيش يمتلك مصانع ويمتلك مزارع ويمتلك فنادق سياحية ويمتلك شركات وعقارات وكل الأنشطة الاقتصادية تقريبا. هو قريب جدا أيضا سوسيولوجيا للجيش الجزائري في الجزائر، أي أنه العمود الفقري للدولة، العمود الفقري للاقتصاد، العمود الفقري للإدارة، العمود الفقري للأمن القومي. ليس بهذه البساطة وبهذه السهولة أن يقدم السلطة على طبق من ذهب سواء للإخوان المسلمين أو للناصريين أو لأي تنظيم آخر. نعم. أيضا دكتور رياض، قانون إبطال مفعول قانون العزل، هناك دلالات كبيرة على هذا القانون، هو عدم إلغاء ثقافة الانتقام وعزل الآخر، هذا أليس مدلول قوي وجيد أيضا في السياق الذي تمر به مصر؟ نعم، هو لصالح النظام القديم الذي استعاد نفسه وقويت يعني شوكته، لأنه أخذ من الوقت مع أخطاء الإخوان المسلمين والسلفيين التي ارتكبوها سواء في المجتمع المصري او في البرلمان، وشعاراتهم في بعض الاحيان تخرج عن يعني لب الموضوع الاقتصادي والاجتماعي. اذا هذا النظام القديم الذي لم ينسحب من السلطه الى حد الان يستعيد نفسه. انا يعني كعالم سياسي احاول دائما اتجنب التقييم الايديولوجي كما يقول ماكس فيبر، تقييم الاحكام القيميه جيجمون دي فالور، واكتفي بالاحكام الفعل اي جيجمون دي في، اي ما يحدث فعلا. نحن أمام صراعا سنراه غدا، أعتقد أن أكثر القوى الديمقراطية والتقدمية واليسارية ستختار أحمد شفيق، رغم أن لا تحب أحمد شفيق، وهذه هي تناقضات الانتخابات في الواقع. ذلك يذكرنا أنه مثلا جاك شيراك فاز ب 80% في فرنسا لما ترشح جون ماري لوبان من الجبهة الوطنية العنصرية ضده في الدور الثاني، أي أن الفرنسيين والاشتراكيين الذين يكرهون اليمين لكنهم صوتوا لليمين، لأنه في لحظة معينة يصبح يعني شعار القبل القديم عدوي صديقي يصبح صالحا. أعتقد أن أحمد الشفيق سيستفيد من كثير من الأصوات التي لا تحبه شخصيا، ربما لا تحبه أيضا النظام القديم، ولكنها خائفة متخوفة، بعضها مرعوب في حالة رعب
من وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة. نعم، ولكن ألا تعتقد دكتور رياض أن هذا الخوف من وصول الإسلاميين إلى السلطة هو خوف حقيقي، خاصة أننا شاهدنا ممارسات الإسلاميين في مصر في خلال 6 أشهر الماضية، كانت ممارسات وانتقامية فقط، ليس أكثر وليس أقل. نعم ونعم، وفي تونس أيضا وما حدث في الجزائر المخاوف حقيقية من الحركات الإسلامية، لأنها حركات ليست فقط سلطوية وإنما أيضا توتاليتارية، هي كليانية تتدخل في كل حياة الإنسان. يعني دكتاتور مبارك وبن علي ويكتفي بالمسألة السياسية، لا تزعجه سياسيا، لا يزعجك على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو غيره، لكن الإخوان والحركات الإسلامية سيصطدمون بكثير من الفئات الاجتماعية، سيصطدمون بالفنانين، بالمثقفين، بحرية التعبير، بالسينمائيين. يعني تصوري صناعة السينما المصرية والأغنية المصرية ماذا سيحدث فيها، سيصطدمون بالأقباط وهم جزء كبير من المجتمع المصري، لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية بالمفهوم الإخواني ولا بأي مفهوم آخر لأنهم مسيحيين. إذن الإخوان دائما يطرحون إشكاليات كبيرة جدا، وكما قلت منذ البداية المسألة ليست حق تاريخي عليهم أو كره لهم، بقدر ما هي مخاوف ومحاذير حقيقية من أناس يعني عندهم برنامج كلياني للمجتمع. وثم أتعس شيء هو عملية التكفير، أنت إن لم تكن إخوانيا أو لم تكن معنا إذن فأنت لست بمسلم، لست بمؤمن، ويتم الصدام مع الفئات اليسارية والتقدمية والاجتماعية والدينية المتناقضة والمختلفة معهم، وهذا كله يطرح إشكاليات حقيقية. طبعا نحن لم نأخذ التجربة لحد الآن، ثم تجربة النموذج التركي، الإسلام التركي، لكن النموذج التركي كان متقدما جدا بالواقع، لأن تركيا يعني تثاقفت كثيرا مع أوروبا وقدموا أنفسهم كإسلاميين يعني تقدمين، وطرحوا أفكارا ثورية جدا بالمقارنة مع الحركات الإسلامية العربية. لكن يبدو أن الحركات الإسلامية العربية ورغم وعد راشد الغنوشي شخصيا وحركة النهضة في تونس أنهم على يسار التجربة التركية، لكن اكتشفناهم أنهم على يمين، بل بعيدين جدا عن التجربة التركية، وأنهم أقرب إلى التجربة الكلاسيكية المعهودة عن هذه الحركات الإخوانية في رفضها للآخر، في عدم تعاملها من الآخر، في رفضها للمرأة، خاصة المرأة ستعاني منهم كثيرا. تفضل. شكرا دكتور رياض السيضاوي، مدير المركز العربي للأبحاث السياسية والاجتماعية ابن رشد من جنيف. إذن سمحت المحكمة الدستورية العليا في مصر للمرشح أحمد شفيق بالاستمرار في المنافسة على منصب رئيس الدولة وحلت مجلس الشعب. قالت المحكمة الدستورية المصرية إن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات باطلة لأنها لم تستند إلى جهة قانونية وشرعية كي تقومها، وجاء في أسبابه